الأهلي يقيد وسام أبو علي وست ناشئين بالقائمة الإفريقية. قام الجهاز الفني قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بقيد الفلسطيني وسام أبو علي المهاجم الجديد وست ناشئين: حازم جمال، إسلام عبد الله، إبراهيم عبد الحكيم، يوسف عبد الحفيظ، مصطفى أبو الخير، محمد عبد الله بالقائمة الإفريقية. إذن دي مجموعة اللاعبين اللي تم قيدهم في القائمة الإفريقية، سواء وسام ومعاه ستة من الناشئين. طيب ده برضو كان خبر من الأخبار اللي لسه نزلنا حالا يعني.